مؤتمر محلي إقليمي للأمن السيبراني يجمع خبراء من الهيئة العامة للاتصالات والمركز العربي للأمن السيبراني في عمان لمناقشة قضايا أمنية معلوماتية واستراتيجيات التصدي للهجمات الإلكترونية وآفاق التطور التقني. إدراكا من حكومتنا الرشيدة بأهمية قضية الأمن السيبراني وأن الوقت قد حان لحل القضية الهامة المتعلقة بالأمن السيبراني والإيجاد الحلول الكفيلة للتصدي للمخاطر الإلكترونية، فقد كلف مجلس الوزراء الموقر الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بوضع الأسس لتطبيق استراتيجية وطنية للأمن السيبراني كفيلة بتحسين وتغطية كافة الجوانب المطلوبة وعلى مستوى كافة الجهات الحساسة سواء الحكومية منها أو الخاصة. جرائم وتهديدات إلكترونية واختراقات باتت قضايا تشكل هاجسا للكثير من الدول تقابلها جهود حثيثة. حصل هجوم إلكتروني محتال ضد نظام المعلومات الدولي في سويفت في عام 2016 وأسفر عن سرقة مبلغ 81 مليون دولار من مصرف بنغلاديش المركزي، وبالتالي فإن مثل هذه الهجمات تسلط الضوء على نقاط الضعف البنية التحتية الحديثة على الإنترنت. 48% من المؤسسات تعترف بعدم اتخاذها أي تدابير للكشف عن تهديدات شبكات البنى الأساسية في ظل تطور الرقمنة المشتملة على إنترنت الأشياء، كما أن 65% من الشركات تعتقد بأن وقوع الحوادث الأمنية وارد وأكثر احتمالاً مع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. مؤتمر يأتي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجال التقني لإعلان جهوزية التصدي للهجمات في فضاء الثورة الصناعية. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.